المستوى المرافعات ضعيف بهذه الجهة، يعني 4 أو 5 ساعات لا شيء له علاقة لا بالقانون ولا بالطلب الذي يرمي إلى رفع التحكم بناء على مقرر الأمم المتحدة. هذا المقرر الذي يعتبره البعض يعني مجرد كواخط صادر عن منظمة دولية، منظمة تضم دول العالم، يعني توصف الوقت وبعض زملاء المحامين وصفوها أو اتهموها أنها تلقت ريشة رشوة باش يخرج داخل المقرر. عيب عيب، والمغرب هو جزء من منظمة المقرر، هو جزء من، فكيف يعقل أن نتهم مؤسسة دولية في حج منظمة قوانية بتلقي رشوة؟ إذا كانت هذه القضية ممكنة كما قال كتاب 21 في محل تعقيبه على هذه الدورات، قال كما ممكن نجيبوا الصحراء نعطوا الفلوس ونجيبوا الصحراء، علاش هذه المشاكل كامل؟ إذا كان هذه المنظمة في مستوى أخلاقي متدني أنا تتعامل بالريشة مع أشخاص مع مؤسسات، هذا كلام لا يقبله العقل، كلام مجرد عن أي قيمة قانونية، مجرد عن أي اعتبار حقوقي، بل وقوع كلام علمي وزيادة. هذه الوضعية أو هذه حالة التعذيب لساعات التي عشناها نحن ونسمع كلام لا علاقة له لا بالقانون لا بالحقوق، جعل تفاق 21 يتأسف على الاستئناف كاع، قال لك اللهم هذيك 12 عام ولا التعذيب اللي تنسمعوا ديال كلام بعيد كل بعد على القيم الكونية على القيم الحقوقية على القانون. واش نتهموا الأمم المتحدة بالرشوة أمام المحكمة؟ أي أقل أن يصدر هذا الكلام من محامي؟ ألا يدري كيف تصنع أو تبنى المؤسسات؟ كيف يتم التعامل مع هذه المؤسسات الدولية والأممية؟ المغرب راه مقاعد الضرر، جزء من هذه المنظمة، جزء من هذه المؤسسة الدولية. مزايدات فارغة من أجل تسليل العدالة، من أجل عدم إعطاء قيمة حقيقية لهذه المؤسسة الدولية. علاش حنا المغرب علاش هو جزء من هذه المؤسسة الدولية؟ إلا كنا غنتهموها بالرشوة. إلا قضية تحمل مسؤولية الكلام، خصو يخدم المغرب يستحق هذه المؤسسة الدولية. إلا تتهمها بالرشوة، علاش المغرب اللي كاين فيها؟ إذا إلا كانت فيها الفساد، علاش حنا باقيين فيها؟ هذا كلام غير مفهوم. لكن عيون قرش لأمور غريبة جدا. لا تنسينا أن ما يتم المرافعات يكون في مستوى عالي من المرافعة باش نقدروا نتكلموا. أما نعيش واحد التعديل حشومة عارف.